علشان نفهم السيجنال بتاعت الام ار اي بتجيلنا منين. بداية في عندنا جوه النيوكليوس في عندنا بروتونز ونيوترونز، اوكي. كل واحد فيهم بيبقى له حركة معينة، بيبقى يعني حاجة زي سبيننج كده او حاجة زي روتيشن اراوند الاكسس بتاع كل واحد فيهم، وكل واحد فيهم يعني بيبقى بيعمل الحركة دي بشكل مستقل. لو انا عندي عدد البروتونز او عدد النيوترونز ايفن، بنلاقي ان النت ماجنتيك فيلد بتاع الاثنين بيبقى يعني بيبقى تقريبا ما فيش. لو انا عندي لسبب من الاسباب عندي ايفن او اود نمبر اوف بروتونز او اود نمبر اوف نيوترونز، هنلاقي ان احنا عندنا اكشوالي نت ماجنتيك فيلد نتيجه ان ما فيش بيرنج اللي بيحصل دوت. فاحنا بيسكلي بنتكلم على الحاله اللي فيها عندنا نيوكليوس عندها اود نمبر اوف بروتونز او اود نمبر اوف نيوترونز او اود نمبر اوف ايه اوف واحد فيهم، اوكي. في الحالات دي الحقيقه نقدر ان احنا نمثل النيوكليوس بتاعه المواد اللي زي كده بانها كانها بار ماجنت، يعني اكنها مغناطيس صغير كده له ساوث وايه ونورث بولز، اوكي. والمغناطيس ده اكشوالي ده بيبقى له ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد ده اكشوالي نقدر نقيسه، اوكي. وممكن ان احنا لو عندنا عدد من النيوكليا اللي بالشكل ده ممكن نجمع بقى الماجنتيك فيلد بتاعها بحيث ان هو يبقى كبير كفايه بحيث يدينا سيجنال، يبقى السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتها مش بطاله، اوكي. فهو الشرط بتاعنا الاساسي ان احنا يبقى عندنا نيوكليوس، والنيوكليوس دي فيها اود نمبر اوف بروتونز او نيوترونز او بروتونز باس نيوترونز. المثال الواضح اللي على كده اللي مثلا هيدروجين نيوكليوس. هيدروجين نيوكليوس هي عباره عن بروتون بيسكلي، عشان كده ممكن نقول عليها بروتون وخلاص، يعني بدل ما نقول هيدروجين نيوكليوس نقول بروتون. البروتون ده هو ده سنجل بروتون، فمعنى كده يعني اود، فمعنى كده بيبقى له ماجنتيك فيلد. وطبعا هنشوف بعد شويه ان في ميزه كبيره جدا للهيدروجين اللي موجود في كل الاورجانيك كومباوندز وبكونسنتريشن عالي، الناتشر اباندنس بتاعه عالي، فمعنى كده انه ممكن يبقى حاجه ممتازه جدا بالنسبه لنا عشان نعتمد عليها في التصوير الطبي.